بسم الله الرحمن الرحيم. انا اشكرك اخوي انك جلست تصور مع الفيديو ماشي، وانا يعني الفيديو هذا راح يعني يشوفه شوف وراح يشوفه ناس، راح اقرا عليك كلام ماشي وراح اسالك عنه اسئله ان شاء الله. ان شاء الله نبلش يعني ان شاء الله. بسم الله. يقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، بين ثديي يبيت، ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وشرير ما أخضر، شربت خمري مع لبني، كلوا أيها الأصحاب اشربوا واشكروا أيها الأحباء، ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي، ما أجملك وما أحلاك أيتها الطيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد، قلت أني أصعد إلى النخلة وأمسك بعضوقها وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح وحنكك كأجود الخمر، وأنا لحبيبي وإلي اشتياقه، تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى، لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تختل، عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلما نرت ودا إلى الصباح، نلتفت بالحب لأن الرجل ليس في البيت، وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. شو رأيك بهذا الحكي؟ الحكي هذا أنا يعني أشوفه لا ينطبق ولا سيء جدا يا حكي كلام، يعني أنا بالنسبة لي أصمت من الكلام كفهمي له كبديع. من أي كلام تتوقع هذا الكلام؟ من أي كتاب تتوقع يكون هذا الشعر؟ مين هو المؤلف تبعه؟ تتوقع يعني إنه اللي كاتب هذا الكلام من أي كتاب ومن هو اللي ألفه؟ لكن أنا أعرفه، أعرفه سوري شاعر. إذا قبلني للأسف أقول هذا الكلام من الكتاب المقدس اللي قدس النصارى، وهذا النصوص من سفر الإنشاد ومن سفر الأمثال ومن سفر حزقيال. للأسف يعني أنا أسألك بالله، تتوقع هذا الكلام اللي أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام؟ مستحيل. شكرا لك على المشاركة أخوي. الله يعطيك العافية.